أعزائي المتابعين، لا تنسوا اللايك والشير والاشتراك في القناة ورن الجرس ليصلكم كل جديد. والآن نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا بكم في قناة روائع وإبداع دهبكة. النهاردة معانا يا جماعة زي ما شايفين كده بوش أو سنيور بوش محترم بتاع بيت، مش بتاع واحد محترف، واحد بيقول لي انا بعمل بيه حاجات اي حاجه كده للبيت، بيقول لي والراجل ومديه واحد بيعمل شغل عنده، يعني بقى يشرز ويضرب النور، ضرب النور وبعد كده راح فصل. فطبعا اهم حاجه زي ما احنا شايفين اهو دي الفيشه، هنيجي نجرب كده في السيريال، في سيريال هي يا جماعه في سيريال 200 اهي، سيريال 200 دي يا جماعه بنختبر بيها اي جهاز اي حاجه اهو. هنحط كده الفيشه وندوس على الزرار اهو يا جماعه كده ما اشتغلش اهو، يبقى بقول لي شرز. طب شرز من ايه؟ هنشوف كده يا جماعه، نبص على السلك كده نشوف اي حته منفوخه مقطوعه محروقه اهو كده يا جماعه، نشوف الاول السلك ليكون العطل من الداخل زي ما احنا شايفين اهو اهو، بنلف كده واحدة واحدة مع بعض. الحمد لله الى الان مفيش اي حاجة غير طبيعية في السلك اهو يا جماعة، في حتة هنا لا هنا كده، ربنا يستر وما يكونش من الداخل او يكون الموتور. انا هعمل عاملة كده اختبار سريع، هعمل ايه يا جماعة؟ يعني انا يعني غالبا كده بخبراتنا في الاجهزة الهندسية بيبقى تملي القطع من في الجزء القريب من هنا، لم من الفيشة او من قرب الفيشة هنا كده من كتر التاني والثاني المدة طويلة ممكن بتتقطع وبتفصل وبتفضل مثلا على سلكة ضعيفة لحد ما تزيد التيار عليها وتروح فاصلة وتفصل الجهاز اللي هي شغالة عليه، وده بيحصل في كتير. هنقطع مثلا يا جماعة، مثلا انا شاكك ممكن يكون هنا، مثلا شاكك ممكن يعني، لان انا حاسس ان في حاجة غير طبيعية. طب انا عايز اتأكد لا يكون في حاجة تانية في السلك ده، انا غيره كله، هروح ماسكين كده يا جماعة اهو كده ونقطع كده. بصوا اهو الراجل بيقول لي لو طلع حتة في السلك ما ترمهاش صاحبة، يعني حاول تخلي لي الكابل ده لان الكابل ده بتاع بلاده وعايش يعني بقاله فترة عنده. نقطع كده يا جماعة وهنعمل عاملة كويسة، بس في ثواني هنختبر السلك ده بايظ ولا مش بايظ اهو. طبعا ده سلك محمل عشان يشغل الشنيور اهو كده يا جماعة، هنشيل كل ده، القشرة دي كده نشيلها اهو ونعري السلكتين دولك، وهنعمل عاملة حلوة قوي كده يا جماعة عشان نتأكد. طبعا معانا هنا الكهرباء اهي، وهنجرب ونحط في الايه في السيريال. طبعا لو كان في احطها يا جماعة الاول في السيريال، ادي السيريال الميتين اهي يا جماعة، دي هنجرب كده ونشوف لو نورت السيريال يبقى الـ الفيشة دي او السلك فيه شورت داخلي. طبعا الحمد لله ما طلعش فيه شورت ولا حاجه، خلعنا الفيشه كده هنروح كده اتاكدنا ان ما فيش شورت او الايه السلك مش ملمس في بعضه. طيب عايزين بقى نعرف السلك سليم ولا لا، هنمسك السلكتين دول كده اللي احنا عريناهم اهو كده ولمسناهم في بعض، ونجيب الفيشه على السيريال. مفروض لما انا احط دي في السيريال، السيريال تنور لو هو السلك سليم اهو يا جماعه. بص يا جماعه طلع السلك سليم. طيب كده احنا اتأكدنا ان الجزء بتاع السلك ده سليم، يبقى احنا هنا ما تأكدناش من السلك ده، يعني ممكن تكون في قطع هنا. طب احنا عايزين نوصل ده من الداخل، هنضطر بقى يا جماعة نفك ونشوف بقية السلك ده سليم ولا لا، وهل الشنيور مجرد سلك مقطوع ولا في حاجة جوه بايظة. هنفك بقى يا جماعة، شايفين زي ما احنا شايفين المسامير اهي، واحد اتنين تلاتة،
واشكالها غريبه. يعني اشكال المسامير دي بيفتح بالايه بالعاده ان دي اشكالها مش صليبه حتى، لان في شق تخين كده يا جماعه، وفي شق اللي هو دوك اللي هو العاده. افك انا بقى ايه كل المفاتيح دي واطلع الوش ده ونكشف على السلكه دي، هل السلكه دي بايظه الحته اللي فاضيه دي يا جماعه وهي السبب ونروح مركبين السلك، ولا هيطلع في حاجه في الموتور مثلا، حاجه في المفتاح في الملفات. افك انا بقى كده يا جماعه واسيبكم وارجع لكم تاني. فكينا يا جماعه المسامير، فاضل ايه اللي هم اللي رابطين على الظرف ده، برضو لازم يتفكوا لان الجزء الوش اللي تحت غير اللي فوق اهو. شيل المسامير واكمل فيه بقى ايه، واكمل فيه وارجع لكم تاني. فكنا يا جماعة اللي هو الظهر ده مش بمسامير، ده مجرد ان هو بتضغط عليه كده في مشقبيات يا جماعة، بتروح داخلة من الفتحات دي كده بالضغط اهو كده يا جماعة، ويروح راكبين. طبعا لما فكتهم لقيت تحتيهم كمان في مسامير، ادي مسمار اهو وادي مسمار اهو، فطبعا لازم يتفكوا برضو. نوعية المسامير اللي برة هي اللي جوه اهو يا جماعة كده، هي نفس الشكل ونفس اللي اهو كده، ونفس الراس من فوق عادة، والجزء يعني ده عادة بس تخين شوية يكاد يكون مربع يعني. فطبعا ليها دي مفكات خاصة او مفك عادة زي ده هيفتحوا بالحتة اللي هي ايه اللي بنقول عليها عادة دي اهو يا جماعة كده اهو. الصليبة ما يفكش اهو كده، فكينا كده وافك بقى الباقي وارجع لكم تاني. اهو يا جماعة بما فك رفيع كده هنفصل الجزء الفوقاني عن اللي تحت، لان احنا فكينا المسامير. بسم الله اهو كده يا جماعة بالراحة اهو. اهو يا جماعة كده اهو، ونركن ده كده شوية ونوريكم كده منظر عام. ده طبعا ادي الموتور، البوبينة من الداخل اهي يا جماعة ديك اهي. طبعا دي مجموعة التروس، ودي الجلبة دي اللي هي الايه على رمان بيلي. طبعا وادي الظرف اللي بيتحط فيه البنط، نشوف بقى كده. طبعا من ورا هنا رمان بيلي صغير اهو، رمان بيلي صغير، وهنا رمان بيلي برضو اهو، كله على رمان بيلي. والتروس بتاعته باين عليه مش مستعمل خالص يعني مش مستهلك. طبعا عايزين بقى نشوف بقى ايه السلك ده يا جماعة سليم ولا لا. هنقطع كده او كده احنا هنقطعه، نبقى نفكه يا جماعة كده اهو الجزء ده كده، عشان نطلع السلك ونركب السلك على طول. في مسمار هنا اهو اهو يا جماعة كده، عشان نحرر السلكة اللي هي فاضلة اهو اهو كده يا جماعة. بعد كده نطلع نفصل السلكة دي كده اهو. اجيب حاجة انضف بيها يا جماعة التراب ده وارجع لكم. خلاص يا جماعة اهو جبنا السلكة بتاعت الفيشة وركبنا السلكتين اهو كده اهو يا جماعة. وهنجيب كده الايه القفل ده يقفل عليها كده، ونجيب المسمار اللي كان بيربط عليها اهو كده. بصوا يا جماعة اربط عليها كويس عشان ده اهم حاجة. نسيت حاجة يا جماعة، طبعا لازم اركب دي اهو. نرجع تاني ونفك كده ونشوف اهو يا جماعة كده. نركب دي السلكة دي الاول اهو اهو يا جماعة كده، ونفرد السلكة دي وهنخليها كده عشان بعد كده هنركبها هنا السلك، يعني نركب السلك. وطبعا هنجيب دي كده ونحطها مكانها اهو كده يا جماعة.
حطها هنا تحتها من الناحية دي، ومن الناحية التانية نربط المسمار اهو كده، يعني اهو، ونجيب دي كده اهو يا جماعة. بعد كده هنبرم السلك ده. انا طبعا مرضتش افك دي لان لقيت لقيتها جامدة، وخفت اكسر يعني احمل على عليهم تتقطمه، فطبعا انا فضلت ان انا اعمل الطريقة دي اهو كده يا جماعة. عرينا السلك وعرينا الطرف التاني اهو يا جماعة كده، وهنربط السلك مع بعضه كل طرف مع طرف. طبعا انا هي اللي ملاحظ ان انا جات البن مع الزرقاء، يعني المفروض كانت زي القديمه نخليها مع الخضرة، بس مش هتفرق لان انتوا عارفين الاي سي ما بيفرقش، يعني الاثنين طرفهم زي بعض. طبعا هنحاول نبعدهم كده عن بعض عشان ما يلمسوش اهو يا جماعه كده اهو. طبعا دولك مش هيتحركوا اصلا، يعني طبعا انا رابط السلك اهو كده يا جماعة، رابط السلك من هنا طبعا اهو، طبعا كده كويس. انا هحاول بقى اقفل واجرب، وهو بعد ما قفلت عشان اشوف في حاجة تاني ولا لا. هو المفروض كنت قست، يعني ممكن اجيب كده سلك يعني حاجة اقيس بيها، بس انا هقفل واقيس على كده، ما فيهاش حاجة سهلة بالنسبة لي اهو كده يا جماعة. هنقفل كده بقى ايه مطرح الايه المطرح الاول، حتى لو هشبطهم كده هشبطهم كده في بعض بس على سبيل التجربة، وهجرب على السيريال اهو يا جماعة كده. عملت واحد من هنا واحد، طبعا ممكن اللي من هنا كده اللي هو في اخرها من هنا واخرها من هنا، في اخر الشلوم من هنا يعني، عشان يقفشوا مع بعض. وممكن اعمل واحد تاني، مش هقفل جميع المسامير، وهقفل واحد هنا من ناحية من ورا كده، يبقى كده اتقفل تقريبا، عشان على سبيل اجرب بس لا يكون في حاجة تاني اروح فاتحه واروح مكمل فيه. بسم الله اهو يا جماعة كده مفتاح شغال. هنجيب كده يا جماعة بسم الله الرحمن الرحيم، ونجرب كده اهو اهو يا جماعة، ونحط ده هنجرب على السيريال اهو. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا يا جماعة، السيريال يا جماعة اشتغلت اهي، وهو اشتغل اهو الحمد لله. السيريال نورها، نلاحظ ان نورها عادي يا جماعة، يعني مفيش شورت. طيب هنجرب كده اقفل بقى، عشان ايه اقفل وارجع لكم ونجربوا كهربا. خلاص يا جماعة قفلناه كده بالمسامير. الظهر اللي احنا قلنا عليه الخلفية اللي خلف الايد دي، ليه هنا زي ما احنا شايفينها مشابية كده، هنحطها في الجزء ده الاول كده اهو، وبعدين في مشابية تانية اهي هتروح داخلة في الفتحة دي ويتم اغلاقه اهو اهو يا جماعة كده مية مية. هجيب انا كده بقى اشغل على الكهرباء، ادي الفيشة اهي يا جماعة. بسم الله الرحمن الرحيم اهو يا جماعة كده، حطيت انا الكهرباء ونشغل بقى، نقول بسم الله اهو يا جماعة. اهو بصوا الحمد لله اهو اشتغل الحمد لله، مفيش شارج في اي حتة، وهو طلعت السلك هي المشرزة، والحمد لله عملناه من غير ما نخسر سلك كتير. الراجل قال لي يعني على قد ما تقدر استخدم السلك القديم، لو في متر ولا مترين مش مهم، بس يكمل لي خلي السلك القديم فيه. ارجو ان اكون قلت حاجة مفيدة، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.